تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي أعلنت الوزارة مد فعالياتها لمدة شهرين اعتبارا من نهاية شهر رمضان المبارك، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. المبادرة دي كانت هايلة من ساعة ما ابتدت، وإحنا يعني اتفقنا خير إن هي تمدد شهرين كمان، وعلى أساس كده جهزنا عروضنا، وكل الحمد لله السلع الاستراتيجية موجودة بأسعار كويسة جدا، على الرغم من الأزمة العالمية اللي بتأثر على كل دول العالم وخاصة الشرق الأوسط، بس الحمد لله كل السلع موجودة وبأسعار كويسة جدا. والله المبادرة بصراحة جت في وقتها، يعني بالنسبة للأسعار اللي موجودة هنا لما تيجي تقارنها بأي أسعار بره، لا فرقة جامد صراحة. المبادرة ديت بنشكر الرئاسة ووزارة الداخلية على المجهود دوت، ونتمنى ان هي تستمر على طول. يا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. وتشارك في هذه المرحلة 28 سلسلة تجارية بإجمالي 1211 فرعا على مستوى الجمهورية. وقد أشاد المواطنون بحرص الوزارة على مد فعاليات المبادرة مع توفير السلع بجودة عالية وبتخفيضات كبيرة، ليتمكنوا من تلبية متطلباتهم بأقل تكلفة ممكنة. دي حاجة كويسة جدا من سيادة الرئيس، بنشكره عليها ان هو كمان بيمدها كل فترة. جيت هنا لقيت كل المنتجات هنا عليها خصومات فعلا، وان المبادرة فعلا شغالة ومستمرة لسه. استفدت طبعا من المبادرة، يعني بشتري طبعا الحاجات الاستراتيجية دي على طول بالأسعار اللي أنا على قد يعني، لأن هي برا موجودة بأسعار أغلى بكتير. ما بنعرفش نشتري حاجة من برا، لكن هنا بنلاقي كل احتياجاتنا بسهولة وكل الاحتياجات متوفرة. بنشكر سيادة الرئيس على المبادرة، لأنها فعلا فادت كل المصريين. شكرا يا رئيس. كما تم إقامة 4 معارض رئيسية تتوفر فيها كافة أنواع السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة. هذا في الوقت الذي تواصل فيه منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية مشاركتها في المبادرة من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعا لها على مستوى الجمهورية، موضحة على موقع الوزارة على الإنترنت. وتأتي المبادرة استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية والتي تؤثر على أسعار السلع. تواصل ومد فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية إنما هو تأكيد واضح من وزارة الداخلية على أهمية دورها الاجتماعي الذي يهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. ففي إطار المبادرة يتم توفير كافة أنواع السلع بأسعار مخفضة وبجودة عالية في السلاسل التجارية والمنافذ والشوادر المشاركة فيها على مستوى الجمهورية. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.